السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد من لا سيري ديال لي جينيراليتي سور لا بورصة دو كازابلانكا. دونك في هذا الإطار غادي نحاولوا اليوم نعرفوا مباشرة شنو هي لي او بي سي في ام. كيف ما كنا هضرنا من قبل انه في لا بورصة كازا تقدر تشري دي اكسيون كوم تقدر تشري دي او بي سي في ام. فشنو هما لي او بي سي في ام؟ شنو هما القواعد اللي كيجريوهم؟ المهم غادي نحاولوا تو سامبلومون اننا نبسطوهم بطريقه للجميع باش نفهموهم، واذا كان ممكن ايضا نستغلوهم او لا نستعملوهم، علاش لا. هذا من جهه. من جهه اخرى بيان سور Je n'oublierai jamais un comme une Macintosh. Abonnez-vous, Nadawalworks. Abonnez-vous, c'est aussi facile. Le petit bouton liking, le chat, la vidéo à droite ou là, à gauche, je mets l'indication. Mais cliquez-les, vous allez vous abonner. Et comme ça, Maradis, je vais vous vidéo dans le futur. Inch'Allah, à la barakatina, on commence. Alors, je vais vous dire, elle a les OPCVM. Alors, bien sûr, باش نعرفوا هاد لي زو بي سي في ام، فاختاريت انني نجيب لكم تعريف القانونيه اللي كاينه في الاي ام ام سي. لو ليان غادي تلقاو ان شاء الله في لا ديسكريبسيون. وعلى بركه الله، لو بي سي في ام هي الهيئه التوظيف بالعربيه، هيئه التوظيف الجماعي للقيم المنقوله، لي اورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف دي فالور موبيليير. دونك كيف ما الا جينا قرينا، تعتبر هيئه التوظيف الجماعي مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مؤسسات مالية مهمتها جمع الادخار من المستثمرين وتوظيفه في قيم منقولة وفقا لمعايير محددة، فذلك يسمح بتشكيل محفظة من القيم المنقولة. هذا الشيء قلنا تسمح هيئات التوظيف الجماعي القيمي اذا بتشكيل واحد المحفظه من السندات لكل مستثمر، والتي يتم تدبيرها على النحو الامثل من طرف مهني الميدان. فشنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني ان من اللي غادي تمشي تشري انت ان او بي سي في ام، واحد الحق في الاو بي سي في ام، فكاينين واحد الناس دارير اللي كياخذوا الفلوس ديالك. هذا الثمن ديال هذاك الاو بي سي في ام ماشي ثمن سعر ديال واحد لاكسيون، مي اون فيت راه واحد السعر ديال جميع لي زاكسيون اللي مديورين مقسوم على، وغنجي نشوف هادشي من بعد. مي خصك تعرف انه هما ما كيشتروش سهم واحد، او لا كيانفيستيو غير في سهم واحد، او لا كيانفيستيو غير في الاسهم، فكيقدروا انفيستيو بزاف د الحوايج، وكاينين بزاف د الانواع ديال الاو بي سي في ام. شنو هما هادو اللي كنهضر عليهم؟ فهادشي غادي نشوفه في السلايد الجاي. مي اهم حاجه اللي ناخذو من هنا ان مديورين هاد لي او بي سي في ام باش الناس بحالي وبحالك واي انسان عادي اللي ما بغاش ينفيستي براسو، ما بغاش هو يبدا يقلب على ويدير التحاليل ديالو ويقلب شنو هما الاخبار اللي كاينين في السوق، انه كيمشي يشري واحد الحاجه واحد الناس كيجريو ليه داكشي، هما كيبيعوا ويشريو ديريال، وهو كيشوف غير لا فالور واش كطلع ولا تهبط ديالته، نهار كيبغي يبيعها راه كيليكيديها. دونك تو سامبلومون علاش هادشي؟ باش هادوك الناس يسون خدمتهم يعني، دونك يسون سونسي انهم يديروا دي بيرفورمانس حسن منه هو اللي ما عارفش بيان سور. هذا النقطه الاولى. النقطة الثانية اللي غادي نشوفوا على هاد لي زو بي سي في ام، كاين انواع ديال لي زو بي سي في ام. شنو هما الانواع ديال لي زو بي سي في ام؟ سيتادير ان كل في كل بلاتفورم، لا تمشي لوافا بورس ولا بي بي بورس ولا اي وحده، فكتلقى كي بروبوزيك بزاف ديال لي برودوي او بي سي في ام. والفرق ما بين واحد وواحد كي 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 غالبا تيكون الفرق بيناتهم في سميتو في لوتي، في المارشي فينونسي اللي كتخدم. هاد الاو بي سي في ام كيتخصص في واحد الحاجه، فعندنا تقريبا خمسه ديال الانواع ديال الاسواق ديال التداول اللي كيانفيستيو فيها لي زو بي سي في ام. كاين الاولين ديال الاسهم، دونك هيئه التوظيف الجماعي لي زو بي سي في ام اكسيون تو سامبلومون، هادو كيشريو دي زاكسيون ديال الشركات اللي كاينين في لابورس دو كازا مباشره، بحال داكشي اللي كنتي غدير انت كيديرو هما. كاين سندات الاقتراض، وهادو كيمشيو كيشريو دي زوبليغاسيون، يعني لي زوبليغاسيون هما سندات الاقتراض، فالدوله او لا الشركات كيخرجوا مثلا انا بغيت نتسلف قد وقد ديال الفلوس، وغادي نعطي عليهم قد وقد ديال لو طو دانتيري. فالا كيجيو الناس وكيسلفوا الدوله ولا كيسلفوا هذاك، على اساس انهم كياخذوا هذاك ملي كيوصل داك المده الزمنيه ملي كدوز ديك المده، كياخذوا واحد يتسمى لو كوبون، او هو طو دانتيري تو سامبلومون. كاين النوع الثالث هو هيئه التوظيف الجماعي قيم منقوله النقديه، فهنا كي انفيستي مباشره في اسواق نقديه، في الاسواق النقديه يعني كيلعبوا في الفوركس تو سامبلومون. الحاجه اخرى القيم المنقوله التعاقديه سي لي كونطرا، فهنا كيكون واحد
كاين واحد التعاقد كينفستيو في واحد لي كونطرا على اساس واحد المردود او واحد لا غارونتي دو واحد الضمان ديال المبلغ المستثمر انه غادي يعطيك طون اي طون دارجون اللي غادي يحقق من هذا الاستثمار ديالو. فهذا كيختلف على سي با اون ديت، ما كياخدش من الكريدي، هذا سي بوكو بلوز او موان بلو ريسكي كو كريدي كو هذاك لي زوبليغاسيون. في الاخر سي المتنوعه، والمتنوعه هي شنو كتجي كتاخذ كل شيء، يعني كتاخذ شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا. بيان سور كيكون عندها واحد القانون كتقول لك انا ما غنفوتش 20% ديال الزاكسيون تاك تاك، غناخد 35% ديال باش يديفيني لك واحد البورتفوي ايكيليبري ما بين جميع هاد انواع الاسواق. فهادو هما الهيئات اللي كاين، هادو هما لي زو بي سي في اللي كاينو كنلقاهم في هاد في هاد داخلين في هاد الخمسه. ان غرافيك اللي لقيتو تري امبورطون اللي كيبين ثلاثه الحوايج اللي هما المدى ديال الاستثمار ديالنا، الهامش الخساره او لو ريسك اللي كاين اللي غادي نقدر نتعرضوا ليه او اللي كيتعرض ليه لراس المال ديالنا ملي كنحطوه على ان نو بي سي في ان بارابور ان اوتر. والحاجه الاخرى هي لو روندمون، يعني المردوديه ديال هاد سميتو ديال هاد الاستثمار اللي غنديرو. فكيف ما تيبانوا لنا، فاقل حاجه ريسك اللي ما فيها حتى خطر واللي غابيد كتخرج منها، ولكن عاوتاني راه بيان سور هبطتي الريسك هبطتي لو ريزون لو روندمون كيكون طايح بزاف. فهو لي زو بي سي في مونيتير فوركس، يعني كيكونوا دي زونتري سورتي غابيد كاينش لو ريسك بزاف وما كاينش ما كاينش لو روندمون، سي تري فيبل كوم روندمون. من بعد كيجيو لي زوبليغاسيون او كيما قلنا لي زوبليغاسيون كور تيرم موان تيرم اي لون تيرم كاملين. من بعد كيجي ديفيرسيفيي، ومن بعد كيكونوا لي زاكسيون. دونك لي زو بي سي في ام اكسيون هما اللي كيحتاجوا المدى البعيد، وهذا كيروجواني ديك ليدا ديال ان السوق ديال لي زاكسيون هو سوق الاستثمار للمدى البعيد ماشي للمدى القريب. نقدروا نتذكروا في هذه القضيه بزاف. بيان سور الى ما عجبتكمش الفكره فوزيت ليبر زعما في لي كومونتير باش نديسكوتيهم. انا شخصيا كنقول انه ايفيكتيفمون المدى البعيد مزيان، ولكن خص يكون المدى البعيد انتيليجون، ما بقاش غير كنتسنى حط فلوسي وكنتسناهم، خصني نكون كنشوف كان اوبتيميزي في هذاك المدى البعيد على مدى اقل، وكنحاول ندير دي زونتري سورتي في هذاك المدى البعيد. لان انا مأكد انني غنمشي في هذاك المدى البعيد، ولكن مع ذلك كان اوبتيميزي باش اول يوم ندير ديك 100% ديال ديك الحركه، غادي بهذوك لي زونتري سورتي ديالي نكون درت واحد 170% ولا 180%. وهذا هو اللي كنسميه انا المدى البعيد انتيليجون. ما عرفتش واش هاد لا نوسيون اكزيست ولا لا، ما هادشي غير افكار ديالي مع راسي. دونك مي كيل كو سوا في هاد لي زو بي سي في ام يكونسيدير كو لي زو بي سي في ام اكسيون هو المدى البعيد اكبر ريسك ممكن، ولكن اكبر روندمون ممكن ايضا. دونك تو سامبلومون هادي كتعطيك الفكره ديال اش منه ديال لو بي سي في ام تاخد اون فونكسيون ديال لوريزون ديالك مثلا، او لا لو روندمون اللي كنت كتفيزي، او لا لو ريسك اللي تقدر تحمل. كنا هضرنا على الانواع ديال لي زو بي سي في ام من حيث التكوين ديال من حيث زعما منين هي مكونه. وعاوتاني خصنا نعرفوا نفرقوا ما بين جوج الحوايج، ماشي معلومه زعما مهمه بزاف، ولكن خصنا نفهموا علاش كنهضروا على سوا دي اف سي بي ولا دي سي كاف. فلو بي سي في ام هي سوا واحد الشركه، سوا واحد الملكيه مشتركه، واحد الناس مجموعين كاتبين واحد ميثاق ديال الملكيه المشتركه. فسوا كما قلنا سي كاف هي شركه مساهمه، كل مستثمر كيكون عنده سهم، يعني اي واحد دخل لا سي كاف كيكون اكسيونير في هذيك لا سي كاف. يعني ملي كتشري انت واحد لاباغ ديال اون او بي سي في ام اللي التكوين القانوني ديالو سي كاف، فكتكون انت مساهم في هذاك سميتو. ملي كتكون كتشري واحد لابار فوا ان اف سي بي في ان او بي سي في ام تيب اف سي بي فون كومان دو بلاسمون سان ادير التوظيف المشتركه، فكتكون سميتو تتكون حامل لحصه، ماشي اكسيونير مي حامل غير سي ان لونغاج، سي ان لونغاج زعما ليغال اللي خص كل وحده عندها قانون ديال التاسيس ديالها والمستلزمات ديالو طرق. فمثلا السيكاف خاصها ولا بدا سي اون سوسيتي تقدر تجيري راسها براسها، الكل اف سي بي خاصو ولا بدا اون سوسيتي اللي
littéraux en plus de la société de gestion. Au Canada, un petit aperçu légal. Alors, j'ai une notion qui est une affaire des OPCVM. De l'intérêt british c'est l'OPCVM, mais il a traité maintenant d'avoir le système ou d'être british c'est l'OPCVM. Maintenant, on met une gouttelette sert d'iel l'OPCVM d'iel quelque ça. Donc, mais ma qui chie sert. Enfin, tu as que le montant que tu veux british pour tel diam d'iel les OPCVM. British maintenant 50 000 dollars à l'heure les OPCVM. خاصك تعرف ان كاين واحد الحاجه سميتها لا فالور ليكيداتيف. كل او بي سي في ام عنده واحد لا فالور ليكيداتيف بالعربيه قيمه التصفيه ديالو. يعني هاد الشراء والبيع ديال لي زاكسيون ولا ديال الحقوق ديال او بي سي في ام ديال لي بار او بي سي في ام كيداروا واحد الثمن انكوني تحت ما عرفو ملي كيت اكزيكوتا ملي كنت كتقول بغيت نشري فما عرفتش الثمن ديالها اون فيت انت ما عرفتش لا فالور ليكيداتيف ديالها عندك اون ايدي على اخر فالور ليكيداتيف ولكن لا فالور ليكيداتيف هي واحد القضيه كتحسب او موان شاك سومين على حساب كاينين اللي شاك سومين كاين اللي شاك جور كل تيب ديال لي زو بي سي في ام عنده الطريقه ديالو هادشي اللي كنقولوا هنايا فكنقولوا تو سامبل لي زوبيراسيون داشاي دو فونت داكسيون او دو بار او بار لي انفستيسور سون افيكتوي ان بري انكوني هادشي قلناه دونك ما كاينش كتحط غير واحد السعر وصافي واحد السعر جلوبال زعما واحد المونطون كتمفيزي هاد السعر هذا ديال سميتو السعر اللي غادي تيكزيكوتا به كيتسمى قيمه التصفيه فالور ليكيداتيف وكيفاش كيحصلوا عليه تيجيو هما في هذاك النهار ديال الحساب ديالو تيشوفوا كاع داكشي اللي كيملك الاو بي سي في ام ديالنا تيقسموه على كاع لي بار اللي كاينين فكيعطي واحد السعر فكيعطيو يفرقوا على الناس اللي دايرين هاك انت هاك انت هاك انت هاك انت شاطر شي فلوس بيان سور من هذاك المبلغ اللي درتي مثلا انا حطيت 50000 درهم وصدق كل واحد ب 500 درهم فغادي يعطيوني 100 اكسيون 100 بار او بي سي في ام مثلا وما غيردوا لي حتى حاجه الفلوس لان جات لي هذيك 100 في 500 هذا ساشون كو سي با اوسي فاسيل كاينين دي كوميسيون كيداروا هذا دونك هاد لا فالور ليكيداتيف كيتزادوا عليهم واحد لي كوميسيون دو سوسكريبسيون ملي كتكون باغي تدخل باغي تشري وكيتزادوا عليهم دي كوميسيون دو غاسام ملي كتكون باغي تبيع انت بغيتي تخرج عندك وبغيتي تخرج فكينقصوا بليطو كينقصوا من هذاك لا فالور ليكيداتيف ما كتبانش لك راس كاينه مثلا لا فالور 500 ولكن الا جيتي تبيع انت غادي يجيك فيها 490 مثلا ان تيتخ ديكسومبل بيان سور هاد 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 لا فالور ليكيداتيف مثلا ال في اوبجي ديال واحد لا بوبليكاسيون او موان اون فوا بار سيمين دون ان جورنال دانونس ليغال باش تكون الناس كيعرفوا شحال لا فالور ليكيداتيف ديال هذا في تال تالي جور دونك هذا فيما يخص قيمه التصفيه ديال ان او بي سي في او دابا هضرنا بزاف شويه على لا تيوري غادي ديكريبتيو واحد لو بي سي في كي اكزيست مثلا التجاري اكسيون الناس اللي عندهم موافا بورس يقدروا ياشتيو في التجاري اكسيون ساشون كو حتى الناس اللي ما عندهمش موافا بورس اي واحد يقدر يشري هذا من لا بلاتفورم ديالو في اي بنكه يقدر يمشي يشري دوتر برودوي نورمالمون يعني انك تمشي عند البي بي دي في البي بي وتقول لهم بغيت نشري التجاري اكسيون و بيان سور يبغيو ديريجوك فيغ البي ديال الاستثمار ما عقلتش على السمي ديالو بالضبط مي تقدر سي بوسيبل انك تقول البنك ديالك تشري لك هنايا علاش التجاري اكسيون سي ان اكزومبل سي ان اكزومبل الوغ اهم حاجه غادي تشوفها هي لا ديسكريبسيون ديالو اللي كتكون في واحد الدوكيمون بلو كلير كيتسمى لا فيش سينياليتيك هاد لا فيش سينياليتيك مثلا في فا بوست تقدر الا كليكيتي على هذا كيعطيك هذا بلا ما تكون مقيد معاهم لا والو اون فوا تدخل سير لو فولي مارشي في مارشي ديال او بي سي في ام واختار واحد من هادوك فكاين في او بي سي في ام اكسيون غتلقى هاد غتخرج كاد لاباج هادي على لا ديسكريبسيون ديالو كما قلنا لا في سينياليتيك واحد احد اهم لي دوكيمون ال ريبرينون كتاخد اون فيت كاع داكشي ديال اللي كان في لافيش تكنيك ديال لو برودوي كتاخدو المهم كتجبدو لك فغادي نحاول ندوزو هنا نشوفو شنو اول حاجه كتشوف شنو هي لا فورم جيريديك واش اف سي بي ولا سي كاف كما شفنا ثاني حاجه كاتيجوري دو فون هذا فين غادي تانفيستا فاش دي زاكسيون ثالث حاجه عندنا لانديس دو ريفيرونس حنا شاك اف سي بي غادي نقارنوا بها شي حاجه الناس اللي خدامين خصنا نقارنوا زعما الفعاليه ديالهم بارابول شي حاجه معروفه وهنا سي 100% مازي
هذه نون ديفيني من بعد كيقول لك لو بلاسمون لا دوري دو بلاسمون ريكوموند، يعني المدى اللي كي ريكومونديو هما تنصحوا به. انا حطيتي فلوسك هنا فاو موان تسنى واحد 5 سنين دابخي هذا مثلا. من بعد تيقول لك لو ريسك اللي كاين، فبما كما قلنا اكسيون راه لو ريسك لو بلوز الفي، يعني الخطر اكثر اكبر خطر كاين هو في لي مارشي ديال لي اكسيون. من بعد تيقول لك لا فالور ليكيداتيف، ديك القيمه التصفيه على شحال كتبدل، فدو فاصون ابدومادير. وكيقول لك امتى اخر اجل باش تدوز الاوردر ديالك في السيمانه، جودي ا 16h30. لا بغيتي تحسب هاد لا فالور ليكيداتيف ديال هاد لا سيمين اللي غتخرج، خاصك قبل الخميس مع 4:30 يكون عندهم الاوردر ديالك. بيان سور حنا سي سميتها لافيش لا كليكيتي ان بو دي لا فيسكاليتي، كيقول لك واش هذا اليجيبل في البي او، لان كاين ماشي كاع لي زوبي سي في ام كاينين في البي او، فلو كا ديال التجاري اكسيون الي اليجيبل. الا كان عندك ان بي او معاهم فتقدر تشري، سي بوسيبل بو موا مثلا انني نشري. بيان سور في هاد لو كا ما كنخلصش لي 15% ديال لي سور لي بلو فالو نيت رياليزي روتوني على سوس. هادي لا فيسكاليتي، يعني الضريبه اللي كتخلص لي 15% ما كايناش بالنسبه لاشخاص الاشخاص الذاتيين، اما الاشخاص المعنويين يعني الشركات فما كاينش عندهم هذا، لان كاين كالكول في الاخر، عندهم اون امبو سور لا سوسيتي، عندهم ان اي اس او ليو دو هاد الامبو. حاجه اخرى المهمه هما لي فري. هنا فين خص الانسان يحضر راسو مزيان، وهادو هما المعلومات اللي خصو يكومباريهم. فملي كتبغي تشري قلنا ديك لا فالور ليكيداتيف كيتزادوا عليها دي كوميسيون اونتر اوتر. شنو كيتزاد عليها؟ الا كنتي في الريزو ديال البلاسور، يعني مثلا انا وافا بورس يعني في الريزو ديال التجاري وبغيت نشري التجاري اكسيون، ف سي غراتوي بور موا او ليو دو 2.6%. ما غاديش نخلص 2.6% مي غناخدو غراتوي. الا كنتي في الشعبي وباغي تاخد هنا فغتخلص 2.6%. لي دووا دونتري اكي او فون هاد 0.4% غادي نخلصهم، وهادو كيمشيو ديريكتوم كيوليو داخلين في لو فون، كيزيدوا الفالور ديال لو فون. ولكن ما كيعطيونيش انا الحق كومبار، ما عنديش 0.4% باخ كتمشي غادي تكون عندي مي داخله دو فاسون اخرى. لا فالور ليكيداتيف الجايه غتكون كبر بواحد القيمه وانا عندي فيها حق تاع انا. بيان سور كيف ما كاين في لونتري كاينه في لا سورتي، ملي كتخرج الا كنتي في الريزو ديالهم سي غراتوي او ليو دو 1.1%، والا كنتي وعاد اي نم نفس الشيء 0.4% كياخذ الاف سي بي. وشاك ترانزاكسيون كدير في اي وحده باقي ياخذوا لك واحد 10 دراهم اور تاكس. هادو هما لي كوميسيون اللي كاينين. بيان سور سور هاد لي كوميسيون كيتزاد لا تي في على هادشي، يعني واحد 10% على هادشي، دونك كتحسبها ب 0.44% 0.44% و 10 دراهم كتزاد لك حتى 1 درهم. دونك او لا جو بونس او جو سي با جو سوي با سور انها ان تي في انه الي اكزونيري من هذيك 10% هاد لي دو des deux éléments, mais je pense je pense en aller chercher sur place, mais même avec ce منها. Donc هادو هما لي زانفورماسيون المهمين على لي فري اللي غيكون عندكم. عندك عاوتاني في لا فالور ليكيداتيف داخل واحد لو فري داخل وسطو ما كتشوفوش نتايا، كتلقى هو لو فري دي جيستيون. لاحظنا ان هاد لي دو زونتيتي اللي كاينين سي فري الا كانت سيكا فتقدر تجيري راسها براسها، ولكن مع ذلك كاينين دي فري. هذيك الشركه اللي غادي تجري راه عندها دي فري، عندها كوميسيرو كونت اللي غادي اللي غي اوديتي لي كونت ديالها، عندها لي فري دو بوبليكاسيون ديال كاع اللي كيتخرجوا في لي جورنو لان لي اوبليجي تخرجهم شاك سيمين، فعندها بزاف لي فري حتى هي من غير السالير ديال الناس اللي كيجيريو. فهذاك لي فري واخدين منه تقريبا 2% من لا فالور ليكيداتيف انويلمون. دونك de façon inconnue et de façon permanente, elle a diminué la valeur liquidative, elle fait juste mieux. Diel had le gestionnaire qui se met la société qui se met en gestion. ديبوزيتير هو لا سوسيتي اللي حاطين هاد الشيء، هو اللي كيضمن هو اللي كيضمن الانتراكسيون ما بين انت درتي الاوردر كي ايفيكت كي ياخذ من عندك فلوس، والاخرين هو فا جيستيون كتيكزيكوتي لك الاوردر مع لا سوسيتي دو لا بورس وكتعطي. سي لا ديفينيسيون دي ديبوزيتير ا سويف. لافيكتاسيون ديال لو ريزولتا كابيتاليزون، يعني كاع داكشي اللي كيدخلو كيدخل في الكابيتال، اي حاجه ربحها داخله في الكابيتال. دونك هادي هي لا فيش تكنيك ديال واحد لو بي سي في ام اللي كان اللي ديطايي في هاد لي كاركتيريستيك. فاهم حاجه انت ملي تجي تشوفها هو تشوف مناش متكون في هاد لو كا اكسيون،
la valeur liquidative شحال كتخرج وما خصك اخر باساج دورد دير الى كان تي انتريسي بو ايفونتويلمون تشوف واش راه اليجيبل ولا لا. مي سينو اهم حاجه هما لي فري ديالك باش تجيري راسك تجيري لي كالكول ديالك تو سامبلومون. Alors, on a trouvé le détail fait à Tijari Action. On a vu l'évolution d'Yellow. Je n'ai pas de la valeur liquidative qui va évoluer avec la valeur liquidative d'Yellow. Alors, c'est un extrême rapport mensuel de Tijari, qu'avant l'ESMA, de la Corona. Donc, je n'ai pas vu la variation de l'Eucas. Mais bien, c'est qui retrace un petit peu l'évolution qu'avant 2019. هذا الرابور ديال الاخر ديال 2019. ففي هذه اللحظات هذه ديال 27 دوز كانت كان لاكتيف ديال هاد سميتو هو 389 مليون ديال الدرهم، وكانت لا فالور ليكيداتيف هي 613 درهم، وكانت ديجا او بلو او نيفو، يعني في ذاك هذيك لا فالور ليكيداتيف كانت هي اعلى فالور ليكيداتيف وصل لها في 2019. كانت ايضا عاود ثاني لو بلو با اللي كان فيه في 2019 هو 530، فكتلاحظوا ان كيكون فارياسيون. ولا فالور ليكيداتيف موين في 2019 كانت 566، فهذا فيما يخص لاني ديال 2019 بيان سور. وكنشوفوا انه دوبوي 2006 وهذاك لا فالور غدا وكتطلع، ما ناخذوش بعين الاعتبار هذا، فجو بونس ان عندهم واحد الخطا في ليشيل، دونك هذا سي با كوريكت. مي en rouge qui est le fond, au bleu jaune qui est le rouge ou l'OPCV, ou le sphère ou MASI, ou l'indice de référence LIGNA, qui est 100% MASI. Donc, il y a MASI qui nous dit, ou l'OPCV. Ou quand je vois un homme qui a un RBA, qui ne développe pas, ou qui a un MASI. Ce qui est logique, c'est des professionnels du marché, mais des débutants. Le plus important de la RDI, c'est le slide J. او دابا خديت في لو 29/5، يعني في الاخر ديال شهر 5، يعني ابخي 5 شهور في 2020. فاجي نشوفو دابا في لا فالور ليكيداتيف موين في 2020 542 كومباريز 562 اللي كانت من قبل. لو بلو با اللي وصلنا ليه 454 بيان سور في لا فاز ديال لا بيس ديال كورونا. لو بلو هو كان هو 637، يعني ان ابخي après يعني ملي دخلنا في 2020 زاد طلعت لا فالور ليكيداتيف، اي اونسويت جات الارض تو سامبلومون زادت حتى 454، وكيبان لينا هنا فابخي داك النزول ديالها الا غوبخي عاوتاني لا هوس ديالها، مي دوسمون بشويه ماشي كيف ما هذا. جو بونس اوجوردي ملي كنهضر معاكم راها في 513 ولا شي حاجه، 513 جو بونس دابا. دونك هادي اللي بغيت نعطيكم شويه كون كومباريزون ديال هاد لا فالور ليكيداتيف، حتى هي كتشوف انها كتفاري من اسبوع لاخر. علاش؟ لان الاسهم اللي كيكونوا هاد اولا هادوك لي زوتي اللي كيكونوا هاد لاكتيف ديالهم، هاد الشيء اللي كيملكوه، فهم تما داكشي ماشي فيكس كيتغير، وهما لاعبين على دي بلو فالو وعلى دي سوا دي زانتيري ولا دي طو فيكس فيكس دو كان، اولا دي ديفيدوند في لو كا ديال لي في الحاله ديال زعما ديال لي زاكسيون. اه هاد لو سلايد هذا الي تري امبورطون. علاش؟ لانه حاولت ندير فيه عاوتاني في لي دو دات، لا دات ديال الاخر ديال 2019 ولا دات ديال 29/5/2020، كيبين لينا هذا بالنسبه لهاد التجاري اكسيون. فكما قلنا انه كله اكسيون، فهنا كياخذوا باغ سيكتور فين عندهم لي زاكسيون تو سامبلومون. فكيبان لك في 2019 فكانوا لي بنك لي تيليكوم، هما الا خديتي لي بنك تيليكوم باتيمون اي ماتيريو دو كونستركسيون، فكتلقى تقريبا راك في 60% ديال الكابيتال ديالهم كاين غير في هاد لي تروا سيكتور. ce qui est normal parce que tigéri action va investir dans les produits de tigéri, l'action de tigéri elle-même et autres banques ou des informations à l'intérieur de la boîte, même si je me favorise l'investissement. Mais le plus important de façon mensuelle ou l'autre, il s'agit de comparer la variation de l'iqat من مده لمده. فاللي كيبان لينا مثلا من
من الف من ديبي من الاخر 2019 لا موتي بريسك ديال 2020، فالعقليه بدات كتبدل شويه، بداو كينقصوا شويه من لي بنك، زاد شويه في التليكوم، زادوا شويه في لي باتيمون دو كونستركسيون، فهمتي كيتغير هذا لي مين باغ اكزومبل دازو من 2,56% 2,7%، الاي تي داز من 1,4% 1,7%، ils ont ajouté d'autres secteurs les que ma kanouch men qbel tatati حالاش مثلا بحال هاد التكنولوجي دونك تزادت هنا ولات واحد 0.28% ما كانش كاع من قبل. ف جوستومون هاد لا فارياسيون هادي كتبين لك كيفاش هما، هذا هو البورتفول ديالهم، هما لي زاكسيون ديالهم داخلين بحال هكا هكذا كيفاش شارين لي زاكسيون، وكيبقاو اربيتري وفين غادي ني اجوتي اكثر من هذا. بيان سور هما ماشي تري فليكسيبل بحالنا، علاش؟ لانه انت بريفي، دونك تو بو تقدر تجيري راس، تقدر تجيري لو ريسك ديالك دو تال فاسون ان تقدر تاخد لو ريسك بلوتو اكثر وتميزي سوغ باغ اكزومبل سوغ لي مين. بزاف الناس دابا ايزون ليكيدي لا بليبار دو لوغز اكسيون في دوطخ سيكتور، وبداو كيشريو في لي مين على اساس ان لي مين هما اللي خدامين دابا، هما اللي عندهم واحد المنحة تصاعدي تخي كلير. دونك بنادم كي ما بين مين و بانك كي بريفير دو فوندغ لي بانك كي بخوندغ لا مين، لان لي بانك كي بوج دوسمون لا مين تحركات بلو رابيدمون. فهاد لاربيتراج هذا كيتسمى لاربيتراج، ف Il est plus simple pour un particulier que le fonds commun de placement, quand même c'est des professionnels où ils ne peuvent pas gérer ou faire les actions de leur tariqa kubira. Bien sûr que c'est toute une étude long terme qui m'a dit que c'est un homme qui 5 ans de 5 ans de d'horizon, donc comme c'est le MEDA d'Yalom, bien sûr qui arbitre à la SS à 5 ans, mais qui arbitre à la SS à Tlaf, Charain, Larchor, Andrulon, Khorjo, Dakshiadesh, les performances d'Yalom, fait qu'ils connaissent oui, mais si au moins le maximum. قبل ما نتفارقوا غادي نشوفوا غير لا بيرفورمانس ديال هاد التجاري اكسيون دوبوي، ملي ماشي ملي دار، مي بون غير دوبوي 5 ans ديجا نشوفوا كي شنو هما لي بيرف. جينيرالمون سي لا ميم شوز بور تو لي، سورتو في هاد القضيه هاد العام هذا تلقاهم كلهم تقريبا تو اوتو دو سا. دونك دوبوي الديبي ديال لاني، يعني من بدايه العام، فالبيرفورمانس ديالهم هي ناقص 14%، هذه السيمانه ناقص 1.25% دوبوي ان موا بلس 0.29، 6 موا موان 14.98 94%. هذه عام تقريبا، يعني بارابور نفس لا دات 28 اوني لو 20، هذا الشيء بارابور اوجوردي كي بارابور لا دات لا فالور ليكيداتيف ديال لو 28 اوت 2020، جو رابيل سا. دونك بارابور لو 28 اوت 2020 عام من قبل درنا ناقص 11.42%، إلا اعتبرنا هذه 3 سنين درنا ناقص 11.59%، إلا اعتبرنا سوغ 5 أون زائد 28.24%. يعني هادو سي دي روندمون غليسون، يعني دوبوي هذيك لا دات من ديك التاريخ حتى اليوم شحال درنا ديال لا بيرفورمانس. بيان سور السؤال اللي غادي تطرحو هو ديجا بزاف ديال نيجاتيف، باسكو حنا في واحد العام اللي راه نيجاتيف ديال بصح، دونك يفو با ساتوندر. وراكم شفتو لا ديسبوزيسيون راهم ديال لي ديال لي لاكتيف ديالهم، هما منوعين لو ريسك، يعني عندهم كاع تقريبا كاع لي سيكتور، افيك دي سيكتور لي سون بوكو بلو بريزون، وهادوك هما لي سيكتور لي كانوا امباكتي، سيكتور بونكير، لي تيليكوم، لي زاسيرونس، هادشي كلشي كان امباكتي، لي ماتيريو دو كونستركسيون، وشويه من دوك لي سيكتور اللي ما كانوش امباكتي. داكشي علاش ايزون سوبورتي لو كو دقه كامله، فداكشي علاش كاينه موان 14.33 غير دوبوي ديبي د لاني. وتقول لي راه 3 سنين دوبوي اون اني كانت موان 11، واي باسكو راه دو لون تيرم، راه كاينين دي هو اي دي با. الا تحطيتي في لو، الا شديتي في لو بو خديتي لو اسي بيان، مي الا كنتي كتلعب راه تقدر تبقى حياتك كلها كتسنى 20 عام وانت في خط مستقيم 0%. علاش؟ لان في ديك لادات اللي كتقلب فيها كيكون هو في الزيرو، دونك كتغطي لو مومون داشا اللي كاين في الاسفل وكتغطي لو مومون دو فونت اللي كاين في الاعلى. سور 5 28.24%، سانسيرمون افيك شويه ديال التحليل، افيك شويه ديال لو سويفي دو مارشي،
واحد الساعة في النهار مينيموم ولا ماكسيموم ساعة في النهار، راه تقدر دير هاد لا بيرفورمانس 5 سنين بسهولة ميم بكوفيد. La moyenne dit que pour, je sais pas, 10% flemme, ou 15, je dis ça, 15% flemme, c'est très intéressant comparé à le rendement de l'équinine, où je dois dire un projet de l'équilibre, car ça sera flemme, ou 15% flemme. Je vous rappelle que des grands projets internationaux, l'équilibre sera flemme, où le taux de rendement mondial en interne n'est pas à ce niveau. Hein. Je parle en connaissance de choses. Une centrale électrique, par exemple, qui coûte 1, quelques milliards de dollars, alors elle rapporte à peu près le pays, le contexte, dans un contexte maintenant européen, rapporte 8% maximum. Hein. Dans un contexte à risque comme l'Afrique, bon, et là aussi, il y a les nuances, le risque, le Maghreb maintenant 11-12% maximum, ben, Nigeria 18%, 20% et tout. Donc, il a quitté la chose que j'ai vu qu'à Sraf Mien Flaham, là, c'est déjà une bonne chose. Mais il sait que qu'à Sraf Mien, là, c'est pas aussi évident. Donc, avec Chouya, il dire des performances vinyles. Enfin, bien sûr, les SCP qui vont aller au PCVM, le choix d'Yel Chihed. Li, déjà, long terme, c'est-à-dire, Frog Mena, il ما كاينش فيها الشك، ومع ذلك خصو يكون كيقلب مرة مرة باش يستافد في الصعود، ما يتضربش مثلا في هاد الضربات اللي كاينين شي اعوام كان فيهم دقة قاصحة، و شي حد عاوتاني اللي ديزون بالنسبة ليا خصو يكون فريمون ما فيش اللي بقى يشوف هادشي، إلا با لو طون ما عندوش الوقت باش يخدم في هادشي، باش يبقى يدير لي زاناليز تو، ما عندوش حتى ديك نص ساعة في النهار ما كايناش، أولا ديك ساعة في السيمانة ما كايناش. فهاد الانسان احسن او باغي انفيستي في لابورس فتو سامبلومون هاد لي OPCVM كيعطيو اون اوبورتونيتي انه يخلي فلوسو احسن من ان كونت ديبارني تو سامبلومون. لا ليكيديتي بيان سور كيحط لوردر ديالو او كور دو لا سيمين كتخرج ليه، تيخرج 100% تيخرجوه ليه في لو جور ديال لا ديكلاراسيون ديال لا نوفيل فالور ليكيداتيف. هذا ما كان على لي زوبي سي في ام، بيان سور فيديو طولات ولكن لو سوجي ما يمكنش نابورديوه في 5 ولا 6 دقائق ولا تاع 10 دقائق، فحاولنا ندوزو نشوفو كاع لي زاسبي ليغو، لاسبي فينونسي، لاسبي فيش تكنيك، لاسبي روندمون، هادشي كله باش تكون عندكم واحد الفكرة عامة على لي زوبي سي في ام والناس اللي يسولون على لي زوبي سي في ام. فوالا لا فيديو اللي جو فوزي برومي يا تري لونتون، لا فوالا فينالمون. مع السلامة و الى بروشين ان شاء الله.